الشخصيات حسب نظرية ديسك عندنا 4 أنواع شخصية رئيسية. هي نظرية ديسك بال 1928 عالم نفس اسمه ويليام مارسن بلشها، وقال لك أنا بدي أقسم الناس الطبيعيين، يعني ما بدي أركز على الناس يعني وقتها بفترتها كانت كتير عندهم حب على موضوع الأمراض النفسية. قال لك لا، أنا بدي أركز على الناس الطبيعيين، وكتب كتاب من حوالي 500 صفحة اسمها The Emotions of Normal People، مشاعر الناس الطبيعيين. قسم الناس لحرف الدي والآي والاس والسي. الدي هو الحازم الديسايسيف، الاي هو الانتر اكتيف، الاس هو الستابلايزنج المستقر، والسي هو الحذر. بس طبعا احنا خلال التدريبات لاحظنا انه الناس بينسوا الشخصيات الاربع بهاي الاحرف، فضفنا لاجل الفهم اكثر لكل حرف كائن حي. فالدي سميناها شخصيه حزم الاسد، فشخصية الأسد. الآي سميناها تفاعل الببغاء، والأس سميناها استقرار الدولفين، والسي سميناها حذر النحلة.